جربنا قد ما فينا هيك نعمل خلطتنا الخاصه حتى نعمل اور اوبرا. نحن اليوم عندنا ملصقين جديد وسوربريز. هذا الشيء كان كثير حلو، يا ريت كنا عارفين فيه قبل، كنا عن جد ضوينا عليه بعد اكثر. في مهرجان هيدي الجمعه كثير حلو، منه موجود هون على حيط بيروت ولكن كثير مهم انه نحكي عنه. المسرحيه بالصوت وبالصوره هيدي المره، روحوا على السينما ويحضروا هيدا الفيلم، عن جد عن جد كثير حلو. كان في بكي كثير وكان في زعل كثير وكان في كمان فرح كثير ومفاجآت. المسرحيه اوريدي افتتحت ب 10 نوفمبر واكيد مستمره على مسرح منو. كل فترة ننتقل من حيط لحيط ببيروت، عن جد لازم نحن نطلق هيدي الحملة. هيدي كانت أبرز النشاطات اللي موجودة ببيروت على حيط الجميزي. يلا أنا رايحة لعندكم هلا، منقرر سوا. باي.